بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء وحلقه يوم الخميس. اكيد عارفين ان انا معايا ست لطيفه اكيد لانه ما عندناش حلقه ما بيبقاش فيها ست ملهمه في مجال ما او في حته كده بتنور معانا وندور ونقول ايه هي عملت كده ليه او وصلت كده ازاي او عملت ده بسبب ايه. انا بتبسط قوي قوي من الستات ال يعني تعدي بتجربة ما في أي حاجة في الدنيا فقد مرض حياة صعبة أي حاجة وبعدين في بقى ناس يقوموا إيه قافلين على أحزانهم وقاعدين ويعيشوا بقى ويرو... يعني احنا كناس يعني هنعيش في الدنيا ونروح ومحدش يعرف عنه حاجه عنهم حاجه وفي واحده تانية لا هي عايزه تشارك الاخرين التجربه دي وعايزه تطلع الدروس المستفاده من التجربه دي وعايزه تبقى هي ايه زي عارفين اللمبه اللي منوره كده في حته ضلمه قوي ده في لمبه منوره فايه فاللي عندهم الحاله دي يروحوا يلاقوا ده الحاله بتاعتنا اللي هي اصلا نادره طيب هذه السيده اللطيفه جدا عامله كتاب الحقيقه كان لافت جدا لنظرنا وما فهمناش هو الاسم ده يدل على ايه الكتاب اسمه انا وابني وست ارجل ست ارجل اه انا وابني وست ارجل يعني ايه ست ارجل فلما دورنا لقينا انه ام زي اي ام عندها ابن متقد بالحيويه والنشاط واد لذيذ وحاجه يعني. يعني مفيش حاجه بقى ألز من كده وشقاوه وبتاع واحنا الامهات تتذمر من الشقاوه والجري والتنطيط وتتذمر وتقول لك انا تعبت انا تعبت الكلمه دي ففجاه كل هذا يتحول لمرض غريب ونادر وهذه السيده الشجاعه تدور يعني ايه المرض ده وتكتشف انه حاجه غريبه وما بتحصلش غير كل كام حاله لكنها تتخطى و وكمان بعد ما تتخطاه تكتب كتاب بتحكي عنه وتجربتها عشان لو في مكان ما في اي حته حد حصل له كده يلاقي اللمبه اللي منوره دي عامله سبوت كده على التجربه دي هبه هنداوي مؤلفه كتاب انا وابني وست ارجل وهي مترجمه وخريجه كليه الالسن ومترجمه وهي شيك بصراحة وعجباني شياكتها وأحب أسجل إعجابي بالشياكة في أول الحلقة زيك يا هبة أهلا يعني أنا كده خلص الكلام بعد المقدمة الجميلة لا دي والله لا والله ده أنا مبسوطة دي. قوي وكل مرة الحقيقة بحس إن إحنا بنعرف وبندخل عالم عمرنا ما سمعنا عنه في حياتنا وأعتقد أنت كمان العالم ده ولا على البال ولا على الخاطر إنك تدخلي فيه حقيقة. إيه اللي حصل؟ إحكي هو زي ما انت بتقولي طفل بيجري في كل حتة بجيبه من كل مكان فجأة بيعرب بدون أي سبب كان عنده حوالي سبع سنين ونص يا يعني بين سبع وثمانية كده طب وقعت طب اتخبطت طب حد كعبلك طب حصل حاجة في المدرسة مفيش وأنا من نوع اللي ما بحبش أطنش الشكوى يعني قعدت أقول لا أنا هراقبه كده وأشوف يوم اتنين تلاتة يعني البداية كان عرق؟ عرق ووجع يقول لي في وجع شديد في الفخ دي في وجع 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 ووقتها كان في ظروف بقى ان هو بابا سافر واحنا م. كان المفروض نسافر معاه وحصلت ظروف ما سافرناش فقعدت اقول هل هو بيلفت الانتباه؟ م. هل هو بيعمل حاجه؟ بس طبعا قلت لا انا هتابعه مش هقعد بقى نعمل اعمل من عندي كان السيناريوهات ابنك الكبير ولا ثالث صب... واحد ثالث و... الصغير اه وانت عندك ايه ولدين؟ عندي قبليه ولد وبنت و... وبعديه في ولد صغير وكان ابني في ثانويه عامه برده في نفس التوقيت فكانت احداث كتير يعني م. فطبعته بقى كان بيلعب سله وقتها في الملعب فانا قاعده بعيد لا طبعته بقى الـ الـ الماتش كله لا في حاجه غلط عملت له اشعه لقيت بقى في تاكل حبيبي في يعني بيلعب رياضه وبيلعب سله وبعدين إيه؟ لقيت في الاشعه تاكل في راس عظمه الفخد وكان الميعاد بتاع الدكتور أخدت طبعا ميعاد دكتور عظام لقيت الميعاد لسه قدام فهعمل ايه بقى رحت بقى فتحت التقرير لا ودخلت يعني على الانترنت اللي من نفسك قررتي تعملي اشعه ولا أوه. دكتور طلب منك لا اشعه لا الاول انا قلت هعمل اشعه بحيث اروح للدكتور عشان آه اكسب وقت يعني اه تمام طب وانت عرفتي منين انها تاكل في عظم مكتوب في التقرير بتاع الاشعه مكتوب تاكل, تأكل في, في راس عظمه الفخذ اليمين اه فطبعا كلام كبير يعني اه دخلت بقى على الانترنت بس, بس احنا التقرير, التقرير ما بنقراش بنبعتها لدكاتره ما انا كان الدكتور لسه ميعاده وبعديها بثلاث ايام انت اللي قريتي وترجمتي فقعدت بقى فتحت الانترنت قعدت الثلاث ايام دول لحد ما حد الدكتور قعد على الانترنت ادور ايه الكل... يعني الكلام الكبير ده جاي منين إيه يعني بعدين ده كان سنه كام كان 2015 اول الخم... 2015 امم رحت بقى للدكتور اكتشفت ايه؟ بقى المرض ده ايه المرض ده بقى اسمه ليج كالفي بيرثس يعني ده هو متسمي على اسم الثلاث دكاتره اللي اكتشفوه اه اسمه نخر العظام عند الاطفال يعني نخر عظام الفخذ عند الاطفال هو الترجمه مرعبه هي كده نخر عظام اه يعني الراس العظمه بتتاكل بسبب ايه بسبب انقطاع مفاجئ في الدوره الدمويه المغذ... المغذيه للمنطقه بدون سبب يعني لا بقى وراثه ولا قله غذاء ولا ولا جواز اقارب <applause> ولا اي حاجه هو فجاه بتتقطع وفجاه بترجع وفي الفتره بس. بقى اللي في النص دي بيحصل التاكل وبتحصل العرج والالم الشديد طبعا بسبب التاكل. وهل يحصل التاكل بسرعه ولا هي حصلت له من فتره وفضل يتاكل يتاكل لغايه ما بان عليه؟ هو بيبتدي بقى بياخد تدريج يعني بيبتدي بس طالما ما اعراض بس الالم عراض. بقى بيبتدي ما هو آه. الاعراض بقى هي بقى اول ما بيبتدي الالم والعرجه يبقى خلاص كده ابتدينا ندخل في بتبقى باينه بقى في الاشعه يعني. فرحت للدكتور بقى بمنتهى الثقه. فأ... انه يعني ان شاء الله حاجه لا بالعكس انا بقول له هل هو ده كذا يعني انا ف... فقال لي حضرتك دكتوره قلت له لا بس انا بقالي ثلاث ايام يعني قعدت <تصفح> ما قلتش من على الانترنت اه فقال لي اه فعلا هو كده بس حاليا ملوش حاجه تتعمل غير ان احنا هنتابعه لمده ثلاث شهور ممنوع بقى يجري ممنوع ينط ممنوع يلعب كوره يعني التشخيص موجود موجود في الكتب اه موجود بس موجود حاله نادره وحاله نادره آه. ومش موجود ليها علاج لا ملوش علاج نعم خالص هو بس ده في المراحل ال... اه ده اول دكتور رحتي لكام دكتور تسع دكاتره اي دكتور عظام كنت بشوفه اه يعرف الحاله فبيعرفوها درسها. طبعا آه،, اه هي موجوده عندهم في الكتب وبيشوفوها في العيادات بس مثلا دكتور قال لي انا بشوفها كل شهر مره في العياده مع طبعا مع الافات الاطفال اللي بيجوا عنده وبعدين ف... ايه يعني الطفل لما يجي وهو عنده كذا بيديله ايه ولا بيعمله ايه ولا اي حاجه هي بس بيمنعه من الحركه لان طبعا لما بيبقى الراس العظمه متاكله <applause> مع الحركه مع الشديده الحركة ممكن تاكل زياده في الحالات اللي بقى في المراحل المتقدمه اللي ممكن المفصل يخرج اصلا من التجويف بتاعه يا روحي فبنحافظ عليها وفي بقى تدخل جراحي في ال... في المراحل الاخيره من التاكل لحد لما الدم يرجع تاني لازم يهيئوا المكان للعظمه انها لما تنمو تاني يبقى المكان مناسب فحتى التدخل الجراحي ملوش بروتوكول ثابت هي بتيجي في عظم الرجل بالذات عظم الفخذ اللي فوق في الحته دي بس ما تجيش في حتة ثانيه هي الغضروف اللي بيغطي العظمه اللي بيحركها في المفصل ده ده اللي بيتاكل حاجه سبحان الله يعني انا عاجبني وهي بتحكي وبتضحك <applause> انا من 2015 خلاص بقيت خميرة <applause> <applause> <خلاصنا> طبعا الموضوع <applause> وقع علينا مرعب وهي بتحكي وهي بتضحك يا رب تكون النهايه سعيده لا وبعدين الحمد لله طب احكي لي فانت انت طبعا ما خدتيش الموضوع بهذا لا هو طبعا بساط. في الاول لا كنت في الاول ده كنت... ده ومكتومه وبعدين انا هقول له ازاي ما... يعني طفل أوه. 8 سنين ما تجريش وما أيه. تنطش وما تلعبش قلبي قلبي صعب قوي يا ابني يعني. لا وتاكل الفخده دي حاجه أوه. يعني يعني دي بدايه الحركه ما هي كده كت... فعشان كده ممنوع يشيل حاجه تقيله ممنوع يجري ممنوع يلعب كوره طبعا عشان رجله ما يشطش بيها لا حاجة. وهو بيلعب باسكت بول بينط وبيجري وبي ده دي لعبه عنيفه ده بيخبطوا في بعض وبيجروا ده اتمنع طبعا اول حاجه اتمنعت فعملتي ايه هي كانت السباحه والعجل هم دول الحاجتين اللي مسموح العجل فيه. ازاي علشان العجله بتخلي المفصل يلف في مكانه فبتعمل ليونه وبعدين لما كمان التغذيه لما بتتقطع عن الراس العظمه بتاثر على العضلات لان العضلات بدورها ما بيجيلهاش تغذيه دمويه كويسه طب وهي التغذيه لما اتقطعت اللي هي التغذيه الدمويه قصدك اتقطعت جت التاني ازاي رجعت تاني هي بترجع سبحان الله لوحدها يعني حاجه لوحدها لوحدها طب ما فيش ادويه ت... ولا اي حاجه ضخ دم معين او ولا او أي حق. حقن او حاجه ممكن تقعد سنه سنتين ثلاث سنين كل طفل مختلف كل حاله مختلفه أوه. ما ينفعش نقارن طفل بطفل لان كل نتيجه بتبقى مختلفه ما ينفعش نقارن مفصل الحزب. بمفصل لان كل نتيجه مختلفه كل حاجه بتهزري حاله يعني نادره و... ويونيك او يعني فريده طب عملتي ايه بقى طبعا انا قال لي ثلاث شهور وتجي لي ثاني باشعه جديده ها إيه فقلت طيب ثلاث شهور نايم في السرير لا بيتحرك بس ب... بالتعليمات اللي هي ممنوع الجري والنط والحاجات دي اه دخلت بقى على الانترنت قعدت ادور مفيش مصادر بالعربي خالص <applause> يا جماعه فين الوطن العربي فين ولادنا العرب ما فيش دخلت بقى عشان انا الحمد لله كان عندي لغه فدخلت بقى على الانترنت قعدت ادور بقى على الناس بره على المصادر بس لغه حاجه وحاجات طبيه دي قصه ثانيه ما هو انا كنت سبحان الله عامله ترجمه طبيه دوره ترى يعني يا دبلوم الترجمه <تصفيق> طبية <تصفيق> يا رب انا اشعرت يعني انت كنت عامله دبلوم الترجمه طبيه اه كنت سافرت قبلها في اسكتلندا وكنت عملت الدبلومه دي اه بتهزر وكنت حياتي. بشتغل يعني انا بشتغل في الترجمه, في الترجمة وكنت بحب الطبية الحاجات الطبيه اه يبتلى المرء على قدر بقى تحمله أوه. وعلى قدر يعني بصي على قدر حاجات كده قدر دينه وقدر صبره وقدر تحمله وساعات ربنا يدي حد حاجه هو قادر يتعامل معاها أنا حسيت ان دي رساله أو في يعني طبقة كده من ناحية تانية أو أو الأصل. حسيت إن ربنا بيهيأني الحاجة هو أنا مش مجرد اللي ابتلاء ده ما يقفش عندي يعني مم. أنا في حاجة بقى أنتِ عندك أدوات كتير اه لازم تستخدميها ما توقفش عندك شوفي ازاي لما الرسالة تجيلك تستخدميها حسيت كده حسيت كده ابتديت أدور بقى بره ودخلت على مجموعات الدعم بتاعت بره طبعاً هم عندهم وعي أكتر عندهم تنظيم أكتر متجمعين على مجموعات دعم إنه إحنا بالعربي أو للأمهات أو للحاجات السايتس اللي بت... بت... كده الموضوع ده ما أنا مفيش 2015 ما كانش فيه خالص انا 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 يعني ازعم ان انا قابلت بقالي 25 سنه ما فيش كليه طب في جمهوريه مصر العربيه ما قابلت ما قابلتش دكاتره من فيها يعني ولا تخصص ما اتكلمتش ما فيه ف وطبعا تخصص العظام اتكلمت فيه كتير بس عمرنا ما اتفتح معانا الموضوع ده هي نفس الجمله قالتها لي دكتورة المدرسه لانه قعد طبعا سنه كامله في البيت اه فقالت لي قالت لي انا كل المدرسه دي بقالي سنين فيها شفتي. اول حاله اشوفها اه سبحانك يا رب وبعدين؟ وبعدين ف... فضلت بقى معاهم على مجموعات الدعم الاجنبيه طب هو الصراحة. كان بيل ب, ب... ب... ست ارجل دي جت منين؟ جت منين؟ احنا بقى بعد ثلاث شهور رحت لدكتور ثاني غير الاولاني بقيت اي دكتور بسمع عليه ب... بروح له مم. لحد لما عديت بقى على الثمان دكاتره وفي نفس الوقت بسال الناس بره طب بتعملوا ايه العمليات اللي بتعملوها ايه بتاع انا عارفه ان ممكن نوصل لمرحله ممكن يعني اه أو, او لا حسب حاله المفصل وصلنا للمرحله دي ان المفصل ابتدى يخرج من مكانه فكان لازم تدخل بقى جراحي يثبته في مكانه فسمعت بقى من واحده من الامهات اللي في المجموعات الدعم الاجنبيه بره في كان في نيوزيلندا حقيقه قالت لي انا عملت طبعا كان في عمليات كذا عمليه فدي كانت الحيره ان كل دكتور كمان يقترح حاجه طب أنا أوه. طب وده مش قرر... ليه ده مش قرار ليا ده قرار لطفل هيكبر يقول لي شكرا هيقول لي يعني فيش اتنين او ثلاثه اجتمعوا على حاجه واحده لا ممكن اتنين يجتمعوا على حاجه والثلاثه يجتمعوا ايه واحد قال لي عمي نفسك ما شفتيهوش وما تبقيش واخده بالك ولما يبقى يكبر بقى يبقى ربنا حلها بيغير له مفصل بقى في تلاتينات اربعينات ايه فطبعا كان كلامهم يعني مم. ممكن يبقى ناس تستسهل الحل ده بس انا بالنسبه لي لا طب واسيبه بيعرج ليه قدام عيني يعني يروح يا روحي يا ابني لحد لما قالت لي على حاجه اسمها مثبت معدني خارجي حسيت ان انا يعني ايه ارتحت للفكره دي الجراحه ما تعتبرش جراحه دي من خارجيه و... إيه؟ يعني حاجه معدنيه تثبت لك البتاع من, آه من بره؟, بره من بره زي بتتلبس آه زي الجبس زي مسامير كده بتتركب من بره ساعات لما يبقى في كسور مضاعفه بتتركب طب ما دي عمليه برضو بس اهون من الحاجات التانيه بقى ما الحاجات التانيه بقى عباره عن ايه بقى؟ حاجات بقى من جوه بقى يعني بيكسر بقى في راس في عظمه الحوض وياخد منها حاجه يروح مغطي بيها المكان يعني حاجات فيها انا بالنسبه لي كانت عنيفه شويه. كومبليكيتد اه فبعدين عجبتني بقى الفكره دي وشفت بنتها كانت بنتها وقتها كبرت وكده وقالت لي خلاص يعني زي الفل وتمام وكده فعجبتني الفكره دي. ثواني بس عشان نبقى فاهمين احنا في حاجه ميتال اه بتتركب من بره, يعني بره. انت تبقي شايفاها اه 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 هي كانت بره اه على على الحوض ت... ت... داخله لجوه ست ت... مسامير كده يا قلبي من بره لجوه ماسك بقى الحوض بس مؤلمه لا ما كانتش مؤلمه هي آه. منظرها يخض وهي قالت لي كده يعني هي فضلت معايا خطوه بخطوه قالت لي بص الست الام جميله كانت الله قالت لي بص هتتخان في, في, نيوز في نيوزيلندا وبنتها عندها نفس الحاله بالظبط اه بس بنتها كانت خلاص كبرت مم. فكانت بتديني بقى الخبره بقى بتاعتها مم. يعني مم. فما تتخض يعني هو ما ت... ما... وهو ما كانش خمس شهور بقى بال... لا هو طبعا انا هيأته نفسيا لان انا كنت دايما اقول طب ما هو لازم يتهيأ لازم يفهم هيأتيه ازاي بقى نفسيا بعد الفاصل بعد الفاصل <applause> <اللي تصفيق> ما عرفت هيأتيه ازاي اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية انا وابني وست ارجل مع هبه هنداوي الام اللي فجأة لقيت ابنها عنده نخر في عظام الحوض فجأة انت قررتي تهيئي ابنك نفسيا انه هيركب جهاز معدني بمسامير بست مسامير تدخل فيه عشان يعرف يعيش بقى ويتحرك وهل الجهاز ده يمنع نخر العظام يمنعه؟ هو طبعا في الاول انا كان لازم اهيئه أنه هو ممنوع يجري وينط والحاجات دي أوه. كلها وشايفه ان الرحله طويله فلازم يفهم أوه. هو صغير اه بس لازم يستوعب عشان يساعدني ان احنا مم. ننفذ التعليمات مم. واحنا بنسقي الزرع مره سبت زرعه كده يومين ثلاثه اسبوع ما اتسقتش وبعدين قلت له بص يا محمد شايف الزرعه بص ما اتسقتش فابتدت تنشف ازاي وكذا طب انت عارف بقى ان انت بيحصل لك كده جوه وعظمه ما فيهاش دم بيوصل لها الغذاء بتاعها. دي التهيئه النفسيه اللي انت اه فابتدى يفهم بقى انه ايه ان العظمه زي ورقه الزرعه اللي ابتدت تنشف وكده وانه بص لما هنسقيها تاني هتبقى حلوه وكويسه وهتبقى قويه بس هي فتره بس كده فابتدى يستوعب الفكره. يعني انت قلت له رجلك شبه الزرعه دي شبه رجلك مش مسقيه فعشان فحصلها دي دبلت اهي كان لازم يعني وهو فهم فهم الحمد لله الصراحه مم. يعني فقال لك ايه بقى فابتدأ طبعا هو كان مخدود يا روحي ومش مستوعب ويعني كانت تقيل عليه بس كان لازم هيئه اصلا ما ينفعش وبالذات انا كنت عارفه انه ممكن ممكن نوصل يعني للعمليه مم. فما ينفعش يصحى الصبح يلاقي نفسه في اوضه عمليات يعني مم. فحبة حبة بقى طب هنحافظ عليها ازاي معلش مش هنجري معلش مش هننط معلش هنستحمل شوية كذا 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 وابتدى والله يعني الحمد لله كانت من رحمة ربنا انه استوعب معايا وسمع الكلام وكان مستجيب كان عنده كم سنة بقى وهو بيركب الجهاز ده؟ تسع سنين اه بقى او قبلها بكم يوم قعدت معاه وفرجته احنا هنعمل كذا وبص ده شكله ايه وفي ناس يعني بتحطه وهو مشهور قوي في عمليات العظام يعني في ناس تحطه في الفك، في ناس تحطه في الايد، بتحطه في الرجل، فوريته كذا صورة علشان يبقى فاهم ما طبعا اتخض، طبعا يعني بس قال لك انا همشي ازاي كده؟ اه قلت له هنمسك عكازات وكده وهو صغير متخيل يعني ايه يمسك عكاز؟ اه وقعد سنة كاملة في البيت عيط؟ هو بطل الصراحة يا حبيبي قلب امه يا كويت هو عيط عيط زعل قال طبعا كان متاخد جدا جدا اه بس كان مستوعب يعني حتى يوم العمليات بابا. داخل اوضه العمليات والدكتور كان مبسوط بيه وقال لي لا ده دا داخل شجاع و يا حبيبي يا ومش خايف بقى ويا ماما والحقيني وكده لا كان داخل ثابت كده وانت كنت ثابته اه الحمد لله حاولت يعني من حاولت لبرد. يعني, يعني ايوه اصل الام ما يعني انا قدامهم حاجه ومن دارهم طبعا بس ما كانش ينفع غير كده يعني طيب وبعدين قعد بقى خمس شهور عشان كده اسمها بقى انا وابني وست ارجل خمس شهور بالعكاز اه فبقى في ده. وهو رجلين وهو رجلين وانا رجلين فبقينا سته ست ارجل طيب م. انت حكيتي ايه في الـ في, الـ في في الكتاب اللي, ما اللي اسمه كده حكيت بقى من اول ما عرفت يعني المرض من أول... والتطور ووصلتي آه. لكده طيب والست ارجل دي احكي لي كده الدنيا كانت عامله ازاي ما هي العكازين ورجليه ادي اربعه وانا جنبيه في الرحله ادي رجلين تانيين فبقينا ستة ست ست م. حاجات بنتعكز عليها في الرحله بتاعتنا يعني م. طب هتعرض لحاجه وهو او ثابت عليه نفسه او الولاد قالوا له حاجه بس تهيألي الولاد بيبقوا هم اخواته طبعا يعني كانوا معايا فاهمين كل حاجه المدرسه بقى الولاد في المدرسه هو صحابة. قعد سنه ما راحش حبيبي سنه كان في رابعه ابتدائي قعد رابعه ابتدائي كلها في ما حدش من صحابه جاله مخدش. لا كانوا بيجوا كانوا بيقولوا بس ما قدرش طبعا يروح هو بره طبعا بيودوهم عادي بالعكاز بس طبعا انا اه طب خفت هو قا... المدارس عندنا يعني... صعب طبعا او او انه انت لابس كده ليه او انت عامل مم. كده ليه؟ طب كان بيخرج؟ كان بيخرج في الاول طبعا كنت بخاف اتحرك بيه بت... ما كانش فيه كرسي؟ آه لا الكرسي طبعا كان هيبقى تقيل عليه نفسيا يعني فعلا هو لا هو بيتحرك كان بالعكازات حبه حبه بقى ابتدى يتحرك وانا ابتديت اتقوى ان انا اخرج وهم برده برضو مجموعات الدعم ساعدتني جدا ان هم بره قالوا لي إيه ده انت بكره هتقولي له اهدى شويه ما تجريش بالعكاز وقد كان فعلا الاول كنت بضحك مش مصدقاه بقى في الاخر بيجري بالعكاز <applause> يا حبيبي يا ابني <applause> يا حبيبي يا <applause> اربع شهور كان بيجري يعني يا روحي وبعدين ف... بس خلصنا بقى الرحله و. يعني خلصنا بقى بعد خمس شهور ايه اللي حصل إيه شال بقى الجهاز فك الجهاز و... الجهاز ده اه الدم بقى جه الدم بقى جه بعدها بشويه يعني في خلال سنه كان ابتدى يعني الجهاز ده دلوقتي خلى النخر ده يقف لا هو الجهاز إيه بيعمل ايه هو ثبت عظمه الحوض في التجويش عضبة سبتها في التجويف بتاعها عظمه المفصل ثبتها في الحقه اللي هو اتثبتت وفي نفس الوقت هي لما بتتاكل الراس بت المسافه اللي بينها وبين البتاع يعني السقف بتقع فلما آه. بتنمو تاني العظمه وما فيش مكان فوقيها فبتنمو مفلطحه آه. يعني ما فيش مكان فالجهاز بقى بيرفع المكان شويه بحيث هيقلها سبيس او يعني مساحه آه، من النمو تكنيك النموم. بقى اه, آه. تكنيك عشان يخلوا الرجلين تمشي عادي يعني طب هو دلوقتي بعد الموضوع ده معدى آه آه بقى بيمشي دلوقتي عادي ولا ايه؟ هو دلوقتي 17 سنة وزي حبيب قلبي الحمد لله يعني يا, يا روحي يا ابني عدينا, عدينا المرحلة بسلامة طب وايه؟ وايه يعني خلاص كده؟ خلاص كده هو مرض طفولة يعني هو بينتهي بالبلوغ في أطفال بيجي لها أقل من خمس سنين هو ما بتحتاجش آه. تدخل جراحي خالص ولا آه أي حاجة أكنك قفلت النور وفتحتيه سبحان الله يعني قفلت النور وفتحتيه يعني بصي التعبير أنا قفت. ما فيش طيب انت قررتي ازاي بقى تعملي الكتاب وتقولي و... و... لما لقيتي ناس بقى ساعدوكي بصي هي لقت ناس اجانب وربنا حطها كده انها بتعرف انجليزي بالظبط ف... اه فساعدوها فانت قررتي طيب تبقي انت الدعم مركز الدعم اللي هنا في مصر او في الوطن العربي بالظبط قلت أوه. طب انا مشكلتي ان انا ما كانش عندي مصادر باللغه العربيه طب م. اكيد اكيد عندنا الافات يعني الوطن العربي ده كله اكيد في اطفال كتير ايوه سواء مفيش توعيه مش واخدين بالهم محدش اكتشفهم أوه. الامهات فكرهم وقعوا اتخبطوا يومين وهيبقوا كويسين اه فقلت لا انا هكتب الكتاب بالعربي مم. وبعد كده ترجمتيه بالانجلش كتبته اه بالانجليزي هو نفس الكتاب هو نفس الكتاب ايه؟ هابي كراتشز هابي كراتشز يعني العكازات السعيده عسل قوي لانه بيجري بالعكاز يا حبيبي والرسمه الرسمه هو واقف على رجله اه ف... وبعد كده عملت بقى مجموعه دعم على الفيسبوك للعرب بالعربي بقى ناطقه باللغه لا العربيه على عملتي صفحه اسمها ايه؟ اسمها مجموعه دعم بيرثس في الوطن العربي مجموعه دعم بيرثس في الوطن العربي في حد دخلك؟ اه كتير كتير يعني فعلا الاول اتعرفت على ام مصريه وام مغربيه وهم اللي شجعوني ان احنا نعمل الصفحه كمان الصفحة. وعندهم اولادهم بقى كانوا اصغر آه من ابنك ها فساعدتيهم بقى فعملنا بقى من الاخر اه بقيت بقى بحط بقى معلومات خبرات اي فيديوهات بلاقيها بترجم لهم حاجات واحطها لهم حد آه. بقى بيدخل يسالني آه. يعني احنا كلنا متعاونين مع بعض انتوا كم على الصفحه؟ حوالي 250 250 ام ام واب من الوطن العربي كله اللي عرفوا انه هذه السيده هبه هنداوي حصل لها الـ الـ يعني مرت بالتجربه دي فوصلوا لك بقى بطريقه او اخر الورد اوف ماوس بقى بيكلموا بعض على الانترنت بقى لما حد بيعمل سيرش على على كده فتطلع انت فاطلع بقى يبعتوا لي مثلا على الماسنجر ادخلهم بقى في طب قوي اه طب كويس قوي يعني نتمنى ان العدد ما يبقاش كتير برضه يا رب ما ما, ما يكتبها على حد لان الموضوع لكن انت لقيتي انها رساله ان انت ست قويه وفاهمه ف قدرتي تعدي المحنه انت بقى خدتيها انت دي اول كتاب عملتيه عجبتك بقى لعبه الكتب هو سبحان الله ما انا كتبت في اخر الكتاب ايوه الابتلاء شكرا لك حسيت انه هو هو في ظاهره ان هو عذاب وفتره صعبه وكده بس لا فتح لي سكه كتير فتح لي حياه ثانيه حطني على طريق ما كنتش يعني ناويه يعني انا بحب الكتابه بس عمري ما تخيلت ان انا هطلع يعني وابقى كده محترفه يعني ايوه ف... الابتلاء شكرا لك وطبعا منه يعني كانه شكر ربنا سبحانه أوه. وتعالى انه يعني ربنا اداكي الابتلاء ده علشان يديكي حته سكه ثانيه طيب عملتي ايه بقى بعد كده كتبتي عملت مجموعه قصصيه اسمها كبوه مم. دي بقى بتتكلم عن عن المراه بقى اه بقى عن المرض والقصص بس دي بمعنى انه الست اللي ممكن يحصل لها كبوه في حياتها يعني تخرج منها هي على اسم اول قصه لأن يعني دي كانت كبوه في حياه إمرأه متزوجه جوزها كان مسافر ومهملها فيعني مشاعرها مم. اتجهت لراجل آخر ف مم. فالكبوه بقى اللي مم. هي يعني في مجرد المشاعر هي ما عملتش مم. حاجه غلط مم. بس هي القصه بتحكي الصراع الداخلي بين مم. الصح والغلط مم. وبين ال... مم. وبعد كده عملتي إيه؟ عملت بقى كتاب سيره ذاتيه أو يعني تجربه شخصيه اسمه على نهر كلايد أوه. ده بحكي فيه بقى فتره الثلاث سنين اللي أنا عشتهم في اسكتلندا في اسكتلندا انها آه. كانت فترة ظريفة جدا وانا م. استفدت منها كتير م. فحسيت انه برضو عندي حاجة اقولها م. يعني الناس كلها بتسافر بس حسيت آه. ان انا في حاجة عايزة اقولها ف... لا على نهر كلايد ده عايز له حلقة تانية بقى <applause> نحكي بقى ايه ايه الحاجة الظريفة اللي حصل يعني قعدنا كده مثلا شم... هم عندهم شمس <applause> مش كتير لا شفتي اسكتلندا لا, لا في شمس خالص ومطر شتاء اكيد أه يعني بصي يا هبة انا بصراحة لما لما اسم الكتاب وكده توقعت انها قصه احيانا بيبقى في حاجات صعبانيات قوي واحيانا يبقى يعني تجربه ومعاناه على طول والموضوع مكمل معانا يعني انا توقعت الموضوع عايشين بيه يعني لما قالوا لي كده ست ارجل قلت ده بقى احنا بقى هن يعني انما النهايه سعيده <applause> و و الموضوع خلص وهي جايه بتقابلني وانا المفروض بقى الفيس الحزين فلقيت الموضوع بيخلص ايه ده؟ ايه اللذاذه دي؟ وشكرا ايها الابتلاء دي عجبتني قوي واحلى حاجه يعني بارقه امل كده نبعتها للناس هبه هنداوي نورتيني ومرسي يعني. على وجودك ومرسي على انك ست مبادره وخدتي مبادره حلوه قوي كده واتمنى انه الناس او الستات بالتحديد يعني تبقى الحته دي تبقى ملهمه عندها اي حد عنده تجربه يشارك الناس بيها على طول وتبقى في ميزان حسناته باذن الله شكرا ليكي شكرا إيه. يا دعاء جدا الله يخليك عندنا فاصل قصير وانا عندنا. مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جامعة البر المصرية أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك. أنا عايزة أعرف الفرق بين المن وبين الأذى يأذوهم إزاي ويمنوا يعني إيه هو طبعا الآية بتكلمنا على طريقة من طرق الإنفاق. مم. إن أنا أعطي ثم أتفضل بالعطاء بتاعي على الناس. ده أنا اديتك، ده المن. خلاص؟ ده أنت نسيت إن أنا اللي عاملك، إن أنا اللي بأكلك، إن أنا اللي بشربك، إن أنا اللي بكسيك، ده من. أما الأذى فهو السب والقصف. معايا؟ مم. وانت بتدي في بعض الناس كانت توقفهم بقى طوابير ويشتم ويعمل لا والله ما انا والله ما انا عامل فاهم كل ده اثناء العطاء فعشان كده احنا في البر والتقوى نتجنب الامور دي كلها احنا بنتعامل مع البيوت تمام مع البيت مباشر مم. العربية بتروح الناس بتروح تقف على البيت آه. عدا لو في حاجه سريعه كله هياخد اه, آه. لذلك احيانا بيحصل تكدس فعلا من الناس بس بنتعامل معهم بادب وشياكه برضو م. بنبقى بقى محطوطين تحت ضغط نفسي كبير ان انا معايا مثلا ألفين كرتونه والعدد اللي جاي مثلا تلاف فبنحاول نفكر بسرعه لو في حاجتين هيتوزعوا نخليها حاجه واحده أوه. بحيث يفض مننا ما نبقاش محتاجين ف... وده حصل معانا كتير يعني في مره كنا رايحين بلحوم ورايحين بكراتين شيء طبيعي ان اللحمه الناس هتاخد لحمه مم. فلما لقينا العدد كان كنا رايحين ب 2500 حاجه كرتونه ومعاها كيلو لحم مم. فطبعا لقينا العدد متخطي 6000 اه فكان مشهد صعب ربنا هدانا في ساعتها كده قلنا يا جماعه ادي الكراتين وادي اللحم اللي, عايز اللي هياخد لحمة. لحمه مش هياخد كراتين واللي هياخد كراتين مش هياخد لحم كانت المفاجاه احنا رغب بدانا رغب بالنساء كاراتين. الاول يعني كان في نساء ورجال بدانا بالنساء لان النساء هم ربات البيوت عارفين ايه اللي محتاج البيت كله اخذ كراتين ومحدش اخذ فبسالهم انتوا ليه ما اخذتوش لحمه قالوا احنا مش اخدين عليها اصلا انما الكرتون هتقعد معانا شهر انما كيلو اللحمه هنطبخه في يوم وهناكله واحنا مش اخدين مم. عليه اصلا ما بناكلهاش الا في المواسم اللي هي اذا حد جه زيكم كده جاب لنا لحمه يعني. فالاتباع المن واتباع الاذى ده مشكله كبيره أوي انت تقدر تتخطاها من خلال التعامل مع البر والتقوى ان انت مش في المشهد اصلا ان ما حدش عارفك فبالتالي لا هتمن ولا هتاذي. انك بتبعت لنا الحاجه او بتوكلنا احنا، يعني مثلا احنا رايحين لحد اللي اللي بعده شمال سينا اللي هو الوسط الحسنة بالتحديد. فطبعا لا هنمن ولا هنأذي، احنا رايحين على البيوت. تمام؟ وكذلك المتبرع خرج السرقة بتاعته وهياخد الثواب بتاعها ان شاء الله بدون من ولا أذى. لكن في ناس بقى دي رسالة لما تيجي تدي لحد حاجة حاول تديها في الخفاء. وزددت في العلن يبقى انت عامل حسابك في طوارئ معاك ازيد من العرض المنتظر يجي مم. لان لو واحد رجع وما اخدش هيقول لك كلمه هتزعلك بالتالي انت هتست... هيستفزك هتقول كلمه مم. هدى المن والاذى لان ابليس مش هيسيبك وانت بتوزع ابليس لازم يخلق لك حاجه تنرفزك يخليك تدخل يا من يا تدخل اذى عشان يضيع الثواب بتاعك بس انت لو ما منتش ولا اذيت انت عارف انت عملت ايه؟ مم. ده انت يعني بقيت من القرماء مم. اللي ربنا بيستحي يعذبهم يوم القيامه أيوة. ده انت بقيت قاضي حوائج الناس ده انت مم. بقيت حبيب ربنا ده انت داخل الجنه بغير حساب مم. فهتيجي بقى يسيبك كده مش هيسيبك بيبعت رجالته كلها من الشياطين تمام تلاقي قاعده ايه تشغلك وتلعبك ويخلي ده ينرفزك ودي تنرفزك وده فلذلك ابعد عن الموضوع ده لان ماهوش تخصصك مم. ده تخصصنا تمام فربنا يسعدكم ويجعلنا من اهل الانفاق لا بالمن ولا بالأسف طيب في حاجات ممكن يعني تساعدنا شويه انه ما يبقاش لا في بقى لا من ولا ناس نعرفهم ولا فكره ان انا مش عارفه اصلا انا مديه الفلوس لمين او ان انا بعمل صدقه مخفيه او ان اللي انا بديله لا يعرفني ولا اعرفه والوسيط لا يعرفني ولا اعرفه وانها حاجه خالصه مني ربنا ما فيش مخلوق يعرف عنها ده ممكن يتحقق في ايه من ال بص في ناس بتعملها معانا بطريقه جميله قوي واحد من قريه سين يقول لي بص انا هديك مبلغ الزكاه بتاعتي بس مم. لو سمحت توزعها على الكشوفات ده اللي هبعتها لك اه اتضح ان هم قرايبه وجيرانه قال لي بس ما تجيبش سيرتي وصلت بننفذها له هو بقى متابعنا بس محدش عارف دي جايه منين وبيسمع دعواته وهو مش مش عارف يعني هو مش م. عارفين ان هو اللي ايه. ليه؟ بقول له طب انت ليه تعمل كده تعمل مباشر؟ قال لي بخاف من الرياء وفي نفس الوقت بيطمعوا اكتر فبتنرفز وبتضايق وبصدر منه الفاظ أيوة. غلط بحس آه. ان الصواب راح. انما آه. انا كده بحصد الايه؟ الدعوات وانا م. قاعد وشايف م. المنظر وخلاص. في ناس بتعمل كده. وفي ناس بتحن المسقط راسها اللي غدرته من سنين فتقول لي انا هبعت لك ده ولو سمحت وصلوا للقرية الفلانية والبركة فيك ما بيحدد لناش أسماء فده إحنا بنوفره لك وبنبقى حرصين عليه جدا في ناس بنقول لأن هم اللي قايلين لو سمحت قول عشان أنا عايز دعوة لأن أمي تعبانة جدا ومحتاجة دعوة من الناس دي ما فيش فيها إيه ما فيش فيها من ولا أذى بعد ما بندى للناس لو سمحتوا يا جماعة أمنوا ورانا اللهم اشفي أمتك فلانة فلانة بس مش فلانة بنت فلان فمش عارفين برضو هي مين فلانة <applause> الناس بتامن الناس بيفضلوا وضعوا لها كتير جدا فدي حاجه البر والتقوى بتسخرها لك وبتذللها وبتنفذها لك بشكل تبعد بقى عن المن والاذى <applause> لان المشكله كمان انت لو وزعت في بلدك او في منطقتك هيجيلك ابو عشم اللي هو مش محتاج وهيجي لك المتسول اللي بيتاجر في مساله التسول وهيجي لك المحتاج الضعيف او اللي هيجيلك اللي هو المحتاج لان لا يسالون الناس الحافه مش هيذل نفسه لكن <applause> انت من بلد انت عارف مين اللي فيه <applause> عارف الفقير وعارف المسطور وعارف الغني ركز بقى بالليل تخبط وتسيب الحاجه وتمشي <applause> تمام بقى مين انت اللي هتوزع انما احنا بننزل في العالم لان احنا احنا لازم نظهر الشغل وقال المتبرعين هيقولوا انت وديت الحاجه فين <applause> احنا ليه بنصور ليه ان انا معايا متبرعين ده فلوس هيقول لي اثبت لي ان انت خرجت تعال اتفرج على الصوره ده كنا في الحته الفلانيه واحنا موجودين. احنا رايحين يا جماعه في الحته الفلانيه، ساعات يبعت حد من ورانا ساعات حد يجي معانا. احنا جمعيه اعلاميه. مم. مش جمعيه تحط زكاه مالك وتسيبها مع نفسك كده وهم حرين فيها. لا انا اعلامي بعرض حاله ومن حق المشاهد يشوف الانجاز بتاعها، لانه اتبرع لها. مم. لو انا ما بينتش الانجاز يبقى انا نصاب. انا ما عملتش. مم. او حتى لو عملت ما قلتش، حق المشاهد يشك فيا. كده ف... فالمن والاذى خطر بص هو ده اللي بيمحي النفقه. معايا ولذلك اول ثلاثه بيدخلوا النار مين؟ مين؟ الحافظ مم. للقران مم. والمنفق في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله. يا ساتر يا رب. أنت دول احسن ناس عندنا مم. صح؟ بس يعني ايه حافظ للقران بس منافق حافظ ليقال محافظ ان انا حافظ انفق ليقال منفق فابعد نفسك عن الشبهه دي خالص. ايوه اذا بقى كنت تقدر تتحكم في قلبك ما يبقاش فيه اللي انا عايز صحيح يقول ولا ما يقولوش مم. لو انت وصلت لدي وتحداك ده ابليس يعني هنقول 10% اللي هينجح لكن إبليس مش هيسيبها لك ده بيلعب في النواه بتاعه النيه بتاعتك مم. مم. تمام شوفوا لدرجه ايه مم. ما هو لو فشل يدخلك في المع... يدخلك في المعاصي هيدخلك من الايمان ايوه وهي عليك ما حرب احنا مش واخدين بقى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا واكتر حاجه بتاذي ابليس النفقه الخالصه الانفاق الخالص لله بيموت لان صاحبه محرم على النار هيستظل يوم القيامه بظل عرش الرحمن ولما يجي يموت الصدقه هتيجي تلقى له الشهادتين ولما يجي يعبر الصراط هياخد بايده النفق هتاخد بايده تعدي الصراط ولما يتعرض لازمه هيخرج منها وبص الصدقه بتحميه بتعمل له كده زي حصن ضد الشيطان فاذا هو بيستميت هو ورجالته ما ينفقش مم. مم. ولذلك في ناس كتيره بتشوفنا دلوقتي مين كم واحد هينفق مين كم واحد رفع السماعة دلوقتي وطلب 19.038؟ مين اللي تغلب على الشيطان وقال لك أنا هنفض دلوقتي دام النفقة حاجة بيحبها ربنا يبقى لازم أعملها وفعلا بص النفقة بتطفئ غضب الرب أنت متخيلة؟ لما ربنا بيبقى غضبان يوم القيامة بيشوف م. الصدقة ربنا عز وجل ما بيغضبش على العبد المنفق ده خلاص وصدقه السر تطفئ غضب الرب الصدقه بتشيل عنك مصايب ما, ما تعرفهاش صنائع المعروف تقي مصارع, مصارع السوء متخيلين ده ممكن المنفق هو نايم وبيلعب كوره وبيلعب مع اصحابه وبيسهر وبيعمل حاجه وهو بيتكتب كل يوم مجاهد في سبيل الله ليه هو ما جاهدش ما حاربش ما دخلش جيش اصلا مثلا يعني اللي انه ممكن واحده ست ومكتوبه مجاهده في سبيل الله ايه السر قال لك الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد ايه هو بيساعد ارمله ومسكين اخذ اسره كده كفالها هو بيسعى عليه بص وهيموت لما يموت يموت شهيد مم. يا سلام وبيتكتب له طول النهار صايم وهو بياكل وكتب له طول الليل قايم وهو ما نايم متخيلين ده نص الحديث يا جماعه فلنتق الله وبسرعه اتصلوا وخليكم معانا عشان نكمل مسيره الخير لا وتنجيكم وتنجي الفقراء والمساكين طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. بحييكم تحيه كريمه جدا 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 في منتهى السعاده وفي نفس الوقت مستغرب جدا في منتهى السعاده علشان قد ايه جمعيه البر والتقوى بتعمل مجهود قوي جدا جدا عشان تصل الى اسيادنا الفقراء في كل مكان. قد ايه مشينا مسافات قد ايه مشينا على الطريق الصحراوي، قد ايه دخلنا في صحراء فيها مزارع كثيره، مكان بعيد جدا 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 عشان نصل الى هذا المكان، عشان نصل الى المكان المستحق للمياه النظيفه الجميله. بجد تحيه كريمه لجمعيه البر والتقوى وللقائمين عليها وللمتابعين شيء عظيم جدا جدا. انا ورايا محطه تحليه هيلة الجميل فيها قد ايه الناس محتاجينها. قد ايه وفرت على الناس مجهود وتعب شديد جدا جدا كانوا بيبذلوا مجهود كبير قوي علشان يصلوا الى المياه النظيفه لا بقت عندهم وفرت عليهم جهد ضخم جدا جدا النقطه اللي بعد كده ان دي محطه كبيره بتخدم عدد ضخم جدا جدا من النجوع اللي حواليها مش نجع سالم العبد بس الحاجه اللي بعد كده شيء عظيم قوي فكر مؤسسي تطويري تجديدي رائع المحطه دي المفاجاه انها بتعمل بالطاقه الشمسيه من اعظم ما تضع فيه زكاه مالك من اعظم الصدقات الجاريه الجميل في الجمعيه تدرس كويس جدا جدا واجب المكان المكان محتاج ايه وتعمل واجب الزمان الدنيا حر جدا جدا فبتشتغل على ده فالجمعيه بتستثمر مالك كويس اوي 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 من اعظم ما تضع فيه زكاه مالك المبردات والميه وتوصيلات المياه والمحطات التحليه والوصلات محتاجين بجد ندعم الجمعيه محتاجين بجد نشكر الجمعيه على ده الجمعيه مش مجرد انها تعمل محطه او تعمل مبردات ميه فقط لا ده بتعمل صيانه ومتابعه الصيانه والمتابعه دي مكلفه جدا ادعم مبادره محطات التحليه مع جمعيه البر والتقوى اعظم ما يقربك الى الله اعظم زكاه جاريه اعظم صدقه جاريه ولا سيما في هذه الظروف التي تمر بها البلاد زكاتك وصدقاتك الجاريه وصدقتك مع جمعيه البر والتقوى سقي الماء او يعني محطات التحليه ناس كتير ممكن تشوف انه يعني محطات تحليه يعني ناس ممكن ما تتخيلش وما يجيش في بالها انه في مساحات شاسعه من الاراضي ما فيهاش نقطه ميه وفيها ناس كتير وطبعا احنا تحرك الشعب المصري معظمه عشوائي ها. يعني مثلا ليه قطعة أرض في الحتة الفلانية، راح يعمل بيت، جاره عمل بيت، عملوا عزبة. ممكن الدولة وصلت لهم كهرباء بس ما فيش مية. هتوصل المية منين؟ مسافة بعيدة أو على جبل أو الكلام من ده بيبقى صعب جدا يعني. وفي بعض القرى حتى لو وصلت لها المية موجودة المية، بس المية ما بتوصلش بشكل دائم نتيجة لكسر ما، لمشكلة ما، بعد مكان الارتفاع. وده كلها شفناه على الحقيقه وفي اماكن بقى ما فيهاش خالص مم. فالناس بتروح من مسافات بعيده مم. تمام زي مثلا البدو الناس أو. اللي عايشين في الصحراء هتوصل لهم ميه ازاي وبعدين هم اصلا كل شويه اه تلاهم في مكان مم. تمام وناس بتروح وناس بتيجي والكلام من ده حياه كريمه دلوقتي بدات تهتم بالمواقف دي وتهتم بتوصيل الميه بس في الاماكن اللي هم بيبنوا فيها البيوت معايا اما القرى والنجوع والحواجر اللي هي ناحيه الجبل مم. او ناحيه الزراعات البعيده والناس اقاموها بطريقه عشوائيه غير رسميه صحيح. ده دورنا احنا بقى مم. ودي منحه ما هي الدوله لو عملت كل حاجه احنا ناخد ثواب منين؟ إيه؟ معايا؟ هو ليه ربنا فرض الزكاه خلاها فرض رغم مم. ان ممكن الدول الاسلاميه تحل المشكله دي كلها مم. طب انا خرج زكاتي فين؟ وربنا أوه. من رحمته خلق الغنى والفقر مم. الفقر هيفضل لغايه يوم الايام العوز هيفضل لغايه يوم القيامة فاحنا الحمد لله بدانا كنا الاول شغالين في الابار وقفنا الابار خالص وبدانا نشتغل على اللي هو محطات تنقيه الميه وقفنا الابار لانها الاماكن الجديده كلها نسبه الحديد في الميه عاليه دي بتسبب فشل كلبي فقلنا لا احنا مش جايين نضر احنا جايين ننفع م. فهنوقف الابار اما تتعمل البير للحيوانات ومستلزمات الانسان على الشرب بس فمعظم المتبرعين رفضوا قال لك لا انا عايز شرب اللي بيعمل البير عايز يعملوا سقي ماء مم. فده ده الاماكن الجديده اما ما سبق شغال كويس أيوة. فجينا اشتغلنا ايه ربنا كرمنا بالمحطات أيوة. محطه بتبقى معتمده على بير بس بير عميق على عكس الابار بتاعتنا بير عميق بيوصل احيانا ل 800 متر تحت الارض مم. يعني بيبدا من 40 متر لغايه 1000 متر مم. متخيله مم. معايا أيوة طبعا. في اماكن زي وسط سينا كده احنا محطه الجفجافه 600 متر تحت الارض بداتوا فيها ولا لسه احنا شغالين فيها دلوقتي على وشك تخلص بس عندنا ازمه في الفلوس مم. احنا اشتغلنا معايا فيعني ربنا يبارك فيكم همتكم شويه في محطه الجفجافه مم. المنطقه دي هيبقى اكبر محطه احنا عملناها ومش هنعملها تاني هنشتغل على المحطات الصغيره في الاماكن مش مهم بقى الاماكن اللي هي في الوسط دي هي كبرها نتيجه انها بتمد في الارض كتير اه كبير ما هو عايزه حفار بريمه بترول أوه. حفر المتر بس ب 10000 جنيه المتر أوه. المتر المتر 10000 عد بقى في 6000 في في 800 متر او 600 متر لا ده كتير طيب احنا عايزين بس قبل ما نختم برضو ندي يعني هنت كده لل او امان ودفا او انتوا قررتوا تعملوا ايه قوافل او هتبعتوا بقى تبداوا بقى موضوع البطاطين ولا ايه بالظبط بص احنا وقفنا البطاطين أوه. وهننتج بايد حالات جمعية البر والتقوى وشباب البر والتقوى الحفا. احنا هننتج لحاف محتاجين دعمكم بسرعة، احنا جبنا المكنة الحمد لله، المكنة ب ألف م. خلاص؟ فبعد إذنكم احنا عايزين بسرعة تدعمونا، شوف انتوا كنتوا هتدفعوا كم لحاف؟ خلاص؟ م. لحاف مثلا قول 150 جنيه. م. شوف بسرعة لحقونا قبل ما المطر يجي، فاكرين السنة اللي فاتت؟ قعدنا نقول بدري وفجأة بقينا نندم. أوه. نشتري بآثار، احنا هنكلف احنا، احنا عايزين نشتري القماش بسرعة. زين نشتري الفايبر اللي احنا هنجيبه وننتج احنا منها شغلنا الناس عندنا ومنها انتجنا احنا الالحفه بتاعتنا احنا محتاجين مبدئيا السنه دي هنشتغل على 500 الف لحافه انتوا هتعملوا ايه الله اعلم السنه اللي دي اللحافه دي هي ده دي لحافه لا لا دي كنا شاريينها من تمام هتعملوا زي ده احنا هنعمل بقى زيها بس انتاجنا احنا هيبقى مكتوب عليه البر تمام ان شاء الله المكنة دي كمان إلى جانب إن هي تنتج اللحاف الشعبي هتعمل اللحاف الغالي في فترة اللي هو إيه خلصنا بقى الألحفة هننتج ألحفة للعرايس تمام؟ بنلاقيها مدعمة بكمبيوتر بيطلع أشكال كويسة جدا فأنا عايز أقول لحبايبنا يلا دعمونا في الصنعة ادعمونا في اللحاف كده كده أنت هتخرج لحاف تمام ومش هتجيبه بالسعر ده خالص بالشكل اللي احنا هننفذه لأن احنا هنتحكم في المقاسات اللي احنا عايزينها أيوه. وهنعمل جودة عليه أنا بشكر حضرتك ربنا يتقبل من الجميع دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جامعة البر المصرية شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله